عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد من الفيديو ديالي. اليوم نقدم لكم واحد الماسك اللي هو رخيص ومجرب وسهل جدا، مكوناته موجودين في كل بيت، يعني ممكن تستعملوه شحال بزاف المرات في السيمانة لأنه سهل وصحي، لأنه فيه مواد طبيعية ماشي مواد كيميائية ولا شي مواد اللي مضرة للصحة. لهذا الماسك غنحتاجو جوج المقادير ماشي ثلاثة. المطيشة غنشدوها غنحكوها مزيان بحال هكا كيما كتشوفوا، ممكن نخليوها في حتى القشور تاعها ماشي مشكلة، وواحد المعلقة تاع النشا، ممكن نديرو النشا ممكن نديرو حتى الدقيق هكا كيما كتشوفوا. كنخلطوهم مزيان مزيان حتى كنحصلوا على واحد الخليط بحال شكل تاع بوماده. انا درت استعملوا غير القياس اللي غتحتاجوه للوجه تاعكم، لان المطيشه الا بقي الا درنا هذا الماسك ما يمكنش لينا نحتفظوا به في الثلاجه ولا نخليوه حتى يعني خصنا نستعملوه توت سويت. يعني المطيشه كتحمض وكيعودوا فيها مواد ما زوينينش. اللهم هنايا درت انايا نص مطيشه، وكما شفتوا معايا معلقه ماشي عامره بزاف، غير واحد شويه معلقه تاع الدقيق. وكنشدوا هذا الماسك وكنديروه على الوجه تاعنا، كنتسناو حتى ينشف، كيحتاج تقريبا 15 دقيقه باش ينشف. من ينشف كنغسلوا الوجه تاعنا بالماء بارد، ماشي الماء سخون ولا دافئ، ماء بارد. وهذا الماسك كيرجع الوجه صافي، كيحيد منه هذوك لي بوين نوار، دوك النقط السوداء، كيحيد منه هذوك البطور، حب شباب، لان المطيشه كيما عارفين فيها واحد المواد اللي هما حامضين كيقتلوا هذوك سميتهم هذوك الحب شباب، كيدخلوا كيتغللوا لداخل البشره وكيقضيو على هذوك البطور اللي فيها، وكيرجع الوجه كما قلنا صافي. وبما ان المزايا تاع النشا او الدقيق انهم كيبيضوا الوجه. هذا الماسك ممكن تستعملوه ثلاثه المرات اربعه المرات على حسب يوميا الى قدرتو، لانه كما شفتوا معايا سهل التحضير وما كيحتاجش الوقت بزاف، ما كيحتاجش يبقى فوق البشره بزاف، وكيعطي النتيجه هائله. في مده اسبوعين بالكثير غتشوفوا النضاره تاع الوجه تاعكم والصفاء تاعو وغتشكروني بزاف. كنتمنى انكم تجربوا هذه الوصفه لانها 100% طبيعيه وما فيها حتى شي مواد حافظه ولا شي مواد كيميائيه ولا شي حاجه. يعني ما الا ما زعما الا ما عندكم شي كونتران تاع الوقت ممكن ديروه ديما تستعملوه بكثره. كنتمنى يعجبكم، الى عجبكم الفيديو ديالي ما تنسوش ديروا لايك وتشتركوا في القناه تاعي، لانني بحاجه الى التشجيعات تاعكم. سلامه.